هل الصعافقة الذين طعن في الشيخ محمد بن هادي المدخلي حفظه الله، هل هؤلاء يمتحن بهم أهل السنة حتى يكون مخالفا للضوابط الشرعية السلفية المعتبرة؟ يا نزار هاشم عليك الله، ما بتخاف الله؟ زول قال جنة ما فيها المكاشي، نحن ذات ما دايرنا. أهؤلاء أولى ب16 صفحة أما الشيخ العلامة محمد بن هادي المدخلي؟ ما لكم كيف تحكمون؟ وين دعوتك للتوحيد؟ وين بيانك للحق؟ وأنا أتحدى الصعافقة من هنا إلى أقصى بلاد الأرض، أتحدى الصعافقة، ائتوني برد واحد لنزار بن هاشم على صوفي واحد من الذين ملأوا علينا بلاد السودان بالشرك والخرافة والبدع والضلال. ما دخلهم؟ حجبوا الناس عن العلماء، وضعوا ستارا بين طلاب العلم وبين العلماء. هذا الصعفور نزار ومن معه من الصعافقة والله ما عرفوا منهج السلف، ما عرفوا منهج السلف. ملأوا علينا الدنيا ضجيجا وملأوا الدنيا فتنا. هؤلاء الصعافقة أشبه بالضباع، بعدما أحسنوا إليهم قامت الضبع عليه فنهشت بطنه، بطن الأعراب، وقتلته. فجاء ابن عمه فلحق الضبع فقتلها، ثم قال: ومن يصنع المعروف في غير أهله يلاقي الذي لاقى مجير أم عامر. أدام لها، قدم لها الإدام الأكل، أدام لها حين استجارت بقربه لها محض ألبان اللقاح الدزائري، وأسمنها حتى إذا ما تكاملت، وأسمنها حتى إذا ما تكاملت فرته بأنياب لها وأظافر. فقل لذوي المعروف هذا جزاء من يصنع المعروف في غير شاكر. دل الصعافقة نزع عرفات، كذابون، أفاكون، فتانون. هؤلاء الصعافقة يريدون أن يوازوا بين كلامهم وبين كلام الشيخ محمد بن هادي، فهو إنسان شهد له العلماء الكبار بالعلم، فإذا جرحك أنت أيها الصعفوق فاذهب إلى أقرب مستشفى واشتري شاشا وديتون. شيخ عبد الرحمن محي الدين قال لك أنت بطريقتك دي بتسوي في جنوه، بتضر الدعوة، دعوة التوحيد. فهذه كلها تجعل هذه الستاشر ورقة لا قيمة لها، أن هذه العبارات والصفحات التي سودت لا تساوي المداد الذي كتبت به، وهي أحقر وأقل من أن يرد عليها. وليست لك عبارة واحدة أو كلمة أو نصف كلمة في ضلالات البرعي الذي يقدم أباه على الله.